هنروح معاكم بقى لتقرير لطيف كده نبدا بيه الصبح معاكم. طبعا لحظه كتب الكتاب هي بتبقى واحده من اللحظات المهمه في حياه اي انسان، تبقى لحظه مميزه وطبعا لا تتكرر كثيرا. كمان بيبقى في شريك مهم جدا في اللحظه دي للعيله، هو بالتاكيد المأذون اللي احيانا بيجتهد انه يكون شريك مميز او انه كمان خلينا نقول ما يتنسيش في اللحظه طبعا المهمه في حياه اي شخصين بيبداوا حياه جديده. أشرف موسى ده مأذون أصبح لقبه مأذون السعادة لأنه بيجتهد أنه يقدم تفاصيل مختلفة في الأفراح. كاميرا صباح ورد كانت مع مأذون السعادة عشان نشوف ليه بيلقبوه بمأذون السعادة. مأذون السعادة لقب يمكن كتير مننا أول مرة يسمعه عن مأذون، لكن بسبب روح البهجة والحيوية اللي بيضيفها دايما على حفلات كتب الكتاب قدر أشرف موسى إنه يضع بصمة خاصة بيه في عالم المأذونية. الناس لازم يكونوا مبسوطين، الناس اللي يكون عندهم حاجة تجذبهم للمأذون، الناس لازم يكونوا موجودين في جو مريح وجو كويس. فبدأت بقى أشوف المشاكل اللي بتواجه الأجساد، مشكلة بتقابلهم في الحبر والبصمة، أجيب لهم برفان يشيل الأثر ده ويكون ريحته طيبة. مشكلة بتقابلهم في المنديل بيتخانقوا عليه، أجيب لهم أنا منديل هدية من عندي. القسيمة خطها مش حلو، لا أجيب خطاط وأكتب القسيمة بالخط العربي، بحس يعتزوا بالقسيمة. طوال 14 سنة في مشوار عمله كمأذون قابل كتير من المواقف الغريبة، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو برضو سلبي. الدنيا اتغيرت بقى، في الناس بتطلق من أجل العند المتبادل عنده بعض. في الإيجابي إنه الناس عندها استعداد إنها تتعلم، يعني إنهم يا جماعة ما يصحش كده، ما ينفعش كده، الدين ما قالش كده، الشرع ما قالش كده، سورة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته في الحياة الزوجية كانش كده، فالناس بدأوا يتعلموا. مشاعر البهجة والفرحة اللي نقلها مأذون السعادة قدرت إنها تنتقل إلى العروسين اللي كانت واضحة جدا في عيونهم، مؤكدين إن اللحظة دي تكاد تكون لا توصف. دورت على طول ما شاء الله الشيخ أشرف، أول ما كتبت على النت المأذون الشرعي تلاقي على طول الشيخ أشرف يمكن أول واحد، حتى أنا بقول له إزاي ما عملتش كده من الأول. فالحمد لله يعني عرفناه من خلال الصفحة اللي على الفيسبوك. كنا بتخلي شخص كان غريب بقى يعني أقرب الناس ليك، ده شعور إن أدعي ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رغم بساطة الفكرة إلا إنها قدرت على مدار فترات طويلة إنها ترسم ملامح البهجة والسرور على الأزواج وتزرع ذكريات سعيدة عن أحلى يوم كتب الكتاب. الحب والتوافق والتساهل هم أساس إتمام أي جوازة، وهي دي المبادئ اللي بيشتغل عليها مأذون السعادة. فعلا صدق اللي قال إن السعادة لا تهبط عليك من السماء، بل أنت من يزرعها في الأرض. ماجد عبدالله، 10 TV.